وحول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى. مساء الخير سيد علي، كما تابعنا في التقرير السابق وحتى في الأيام الماضية شهادات عديدة من الصيادين البحرينيين الذين تعرضوا لانتهاكات كثيرة من النظام القطري وهم يمارسون مصدر رزقهم، كيف تقيم هذه الانتهاكات؟ مساء الخير، واسمحي لي كذلك حيث أنه يعني اليوم الأول من العام الجديد أن ومن خلال تلفزيون البحرين كذلك أن أبارك إلى قيادة وحكومة وشعب البحرين، وأتمنى إن شاء الله للجميع مقيمين كذلك، أتمنى للجميع إن شاء الله سنة مليئة بالإنجاز بإذن الله تعالى. أمانة يعني التعدي القطري الواضح على البحارة البحرينيين واستهدافهم في رزقهم وكذلك يعني سحب قواربهم إلى داخل المياه الإقليمية القطرية من المياه الإقليمية البحرينية واستخدام حتى الذخيرة الحية هو استهداف ابتداء يتنافى مع الاتفاقيات الإقليمية بما فيها اتفاقيات منظومة دول مجلس التعاون، يتنافى كذلك مع القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية قانون البحار، ويتنافى كذلك مع أبسط يعني التزامات أي دولة في المعاملة حسن الجوار وانتهاج حسن الجوار. هذه الانتهاكات، وإذا اعتبرنا بأن التاريخ هو ذلك السجل الحي الذي يدون الماضي والحاضر وسيدون المستقبل، فإننا وبالضرورة سنرى بأن التاريخ سيذكر هذه الممارسات القطرية الظالعة في استهداف هؤلاء البحارة باعتبارها وصمة عار في تاريخ السجل القطري، خاصة وأنها تستهدف فئة تمارس مهنة الآباء والأجداد وتكسب قوت يومها من خلال عمليات الصيد. هذه الفئة هي فئة من الفئات التي طبعا نشد على يدها، ومن الفئات التي يعني هي في النهاية أفراد، هي تمثل نفسها، هي تعطيلها استهدافها حجزها حبس البحارة حجز قواربهم لسنوات، هذا يؤثر حتى من ناحية إنسانية عليهم. نعم سيد علي، كما ذكرت أن هذه الممارسات تتناقض مع كل القوانين الدولية والاتفاقيات، كيف ينظر القانون إلى هذه الممارسات وما هو السبيل لوقفها حتى؟ ابتداء أود كذلك أن يعني أشيد بالرعاية الملكية السامية التي استشعرت ما تعرض له هؤلاء، وكذلك التوجيهات الملكية السامية من لدن سيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه الذي وجه إلى ضرورة تعويض هؤلاء، وكذلك وجه الجهات المعنية، وهنا كذلك أود أن أشير بدور وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي وزير الداخلية وقوات خفر والقيادة العامة لخفر السواحل التي يعني توفر الآن الحماية والرعاية لهؤلاء. القانون الدولي، وبالعودة إلى سؤالك، ينظر إلى هذه الانتهاكات باعتبارها أولا انتهاك للسيادة الوطنية، ثانيا هي كذلك ممارسات تخالف أبسط قواعد ومبادئ حقوق الإنسان، لأنها تتعرض للآخر في رزقه ورزق عائلته، ثالثا هي تخالف كذلك الاتفاقيات المعنية بالقانون البحار، اتفاقية قانون البحار التي حددت بشكل جلي ما هي الحدود البحرية لكل دولة، ورابعا وهو الأهم بأنها تخالف مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون دولة أخرى. إذن هي بمجملها مخالفات على الصعيد القانون الدولي، على صعيد السياسة الدولية، وكذلك على صعيد حقوق الإنسان. نعم، بالإضافة إلى أن الصيد هو مصدر رزق لهؤلاء الصيادين، فهو نعم. مصدر أيضا غذاء ومصدر معيشي واقتصادي للبحرين، كيف تؤثر هذه الممارسات الممنهجة على الوضع المعيشي والاقتصادي في البحرين وحتى على أمن مياه الخليج العربي؟ شكرا جزيلا، بستأذنك ببدأ بشق الأمن. التعرض إلى هذه الفئة، استهدافها، ترويعها، رميها بالرصاص الحي، دخول دولة أصلا في حدود إقليمية لدولة أخرى، واستقطاب زورق بحري به أفراد وسحبهم إلى دولة أخرى، واختلاق أمر غير حقيقي عن طريق التدليس وعن طريق هذه الدعاية القطرية التي نراها، يؤثر أكيد على الأمن، ويؤثر كذلك على الأمن الإقليمي. يعني لا أعتقد بأن البحارة، يعني نحن نتحدث عن مملكة البحرين، ولكن يعني هناك دول مجاورة كذلك إلى قطر، لا أعتقد بأن البحارة يستشعرون بالأمن
عندما يذهبون لكسب قوتهم وأقوى قوت يومهم، وأكيد هو يعني ما يستخدمونه لكي يعني يعيلون أنفسهم وعوائلهم. الشق الأول إلى سؤالك وفيما يتعلق تأثير ذلك عليهم وعلى أسرهم، أكيد تأثير كبير، وأكيد هذا التأثير كذلك يمتد إلى المخزون الموجود في هذه المياه اللي هي أصلا مياه إقليمية بحرينية. نعم. استهداف القوارب يعني أنا أتحدث عن الماضي، الآن الحمد لله بعد توجيهات السامي لسيدي صاحب الجلالة وبعد أن وجه معالي وزير الداخلية، ونحن طبعا على ثقة بمعالي وزير الداخلية والقائمين كذلك على هذا الأمر في خفر السواحل، نستشعر بأنهم دائما موجودين وأنهم يوفرون الحماية، ولكن ما حصل في الفترة الماضية أثر أكيد على المخزون، على طريقة اصطياد المخزون السمكي وعلى وفرة الأسماك، أدى إلى ارتفاع بعض الأنواع وإلى آخر ذلك من الأمور التي يعني أيضا تؤثر ولو بشكل يعني بسيط أو مختلف على الاقتصاد. نعم، سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ. شكرا.